أهلا بكم. اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث لها ما أسمتها القوات المؤيدة للحكومة بالتضييق على الفرق الطبية في تعز ونشر مقاتلين بين المدنيين، متجاهلة تماما الحديث عن الحوثيين وقوات المخلوع. بالمقابل وصف وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ التقرير بالمتحيز وقال إنه يحوي أخطاء في الوقائع. نتوقف مع هذا الحدث لنناقشه في زاويتين: على ماذا اعتمدت منظمة العفو الدولية في صياغة تقريرها عن الوضع الصحي بتعز، وبأي عين تنظر المنظمات الحقوقية الدولية إلى ما يعتمل في تعز المحاصرة والواقعة تحت قصف الحوثيين وقوات المخلوع. يبدو أن الأزمة اليمنية تأبى إلا أن تفاجئنا كل يوم بفظاعات وغرائب جديدة تضاف إلى كل مآسيها وتعقيداتها، فقد شكل الكشف عن تقارير دولية خاصة بحصار مدينة تعز وما يحدث فيها مأساة أخرى تكشف عن كارثة تتعلق بمصداقية المنظمات الحقوقية الدولية وسط تساؤلات إن كان يمكن الوثوق بها فيما بعد. للوقوف على تقرير منظمة العفو الدولية الأخير بشأن الوضع الصحي في تعز، نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية خصص هذه المرة للحديث عن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، زاوية لطالما أرقت المواطنين في محافظة تعز التي تعرضت كافة مستشفيات المدينة ومرافقها الطبية للقصف وكانت هدفا لنيران الميليشيا. وعلى غير المتوقع لم يتحدث التقرير عن استهداف الحوثيين وحلفائهم للمستشفيات وحصار المدينة المطبق ومنع دخول المعونات الطبية التي قدمتها منظمة اليونيسف أو زيارة الوفود الصحية للمدينة المخنوقة من ثلاث جهات من قبل الميليشيا. منظمة العفو في تقريرها الذي نشرته في موقعها باللغة الإنجليزية اتهمت الجيش الوطني بالتضييق على الأطقم الطبية في مدينة تعز، وذكرت أن القوات المؤيدة للحكومة قامت بنشر مقاتليها بين المدنيين ونصبت دباباتها داخل المرافق الصحية. الحصار المفروض على تعز وإقفال غالبية مستشفيات المدينة ومنع دخول الأدوية والمعدات إليها من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع لم يرق فيما يبدو إلى جرائم في نظر منظمة العفو، التي حاولت في تقريرها تصوير الحوثيين كطرف شرعي غير متورط في أي من الهجمات على المدينة والمدنيين. وفي أول تعليق حكومي على التقرير الذي أغفل مسؤولية ميليشيا الحوثي والمخلوع عن جرائم استهداف المدنيين وتفجير المنازل وتدمير البنية التحتية للمدينة باستخدام كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، قال نائب وزير حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ إن التقرير متحيز ويحوي أخطاء في الوقائع، وأضاف أن قوات المقاومة ليس لها دبابات في تعز وأن الحوثيين هم من يحاصرون المدينة ويرهبون المدنيين. تقارير حقوقية لمنظمات دولية وأخرى محلية أفادت بارتكاب الميليشيا لجرائم ضد الإنسانية، غير أن تلك التقارير لم تصل فيما يبدو لمنظمة العفو التي مارست في التقرير تضليلا للحقيقة بحسب ناشطين. تتناسى بعض المنظمات الحقوقية حقيقة الجريمة الواقعة في محافظة تعز وتسعى لتبييض جرائم الميليشيا بناء على معلومات مجتزأة ورؤية حقيقة الصراع بعين واحدة. ليست المرة الأولى التي تقوم منظمة العفو الدولية باتهام الجيش والمقاومة بالتضييق على الطواقم الطبية، كما أنها تتحاشى دون سبب واضح الإشارة للجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع ضد المرافق الصحية. أسئلة كثيرة وعلامات استفهام عديدة تتعلق بمصداقية التقارير الحقوقية الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية التي تغفل الجانب الأكثر وحشية من الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وتسعى لشيطنة المقاومة على اعتبار الطرف الآخر هو الضحية وليس الجلاد. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، ومن تعز أيضا الطبيب في مستشفى الثورة العام أحمد الدميني، على أن ينضم إلينا لاحقا من تعز المحامي والحقوقي علي الصراري. ونود التنويه فقط إلى أننا حاولنا التواصل مع منظمة العفو الدولية للمشاركة في هذه الحلقة والمخصصة لمناقشة تقريرهم الأخير، لكنهم اعتذروا عن المشاركة. نبدأ النقاش مع وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، ينضم إلينا من القاهرة. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك أخي.
أستاذ نبيل، اعتبرت في تصريح لك لرويترز، اعتبرت تقرير منظمة العفو الدولية بأنه منحاز للانقلابيين، وربما قلت أنه أيضا شابه الكثير من المغالطات والتضليل. لو تلخص لنا أهم هذه الملاحظات. بداية مساء الخير وشكرا لقناة القيس متابعتها الدائمة. بالنسبة للتقرير المذكور، تفاجأنا بالأمس بالتقرير، وعند قراءته والوقوف على ما جاء فيه وجدنا فيه الكثير من المغالطات والكثير من الأشياء التي يعني لم نكن نتوقع أن تصدر من منظمة يعني نكن لها تقدير واحترام على دورها وعلى عملها الدولي. لكن فيما يخص تقاريرها في الشأن اليمني، يبدو أنها تستقي تقاريرها من أطراف معينة أو طرف معين واحد، والقارئ لهذا التقرير ربما عندما يقرأ يكاد يقرأ تقرير تقدمه الميليشيات الانقلابية وليست المنظمة. جاء في التقرير عدة قضايا. كنت اليوم على تواصل مع قيادة محافظة تعز للسؤال حول مثل بعض القضايا والاستفسار عنها. جميعكم يعلم أن تعز أولا تحت الحصار لهذه الميليشيات الانقلابية، في حين صور التقرير أن هناك دبابات بيد المقاومة وتقوم عبر هذه الدبابات بتطويق المستشفيات ونشر ميليشياتها داخل المستشفيات، وهو ما يجعل الطرف الميليشيات الانقلابية تضرب أو تضطر لضرب هذه المستشفيات. هذا التصوير البشع والبعيد المجافي تماما للحقيقة نحن لن نرد عليه إلا بشيء واحد. أنا تواصلت اليوم مع العديد من القنوات الإعلامية الدولية والإقليمية وطلبت من الجميع بما فيها قناتكم الموقرة، أتمنى من الجميع أن يرسلوا مراسليهم في هذه المناطق ويقوموا بتصوير هذه المستشفيات إذا كان يوجد بجوارها أو فيها سواء ما تحدث عنه التقرير. ثانيا، لو كانت المقاومة امتلكت الدبابات التي يتحدث عنها التقرير لربما كانت حسمت الوضع في تعز منذ فترة طويلة. طيب أستاذ نبيل، أشرت في بداية حديثك إلى أنكم تفاجأتم في الحكومة لهذا التقرير، وأيضا ذكرت أن ربما منظمة العفو الدولية استقت معلوماتها من طرف واحد فقط قد يكون الانقلابيين. ما الذي كان يفترض عندما يتم ترتيب لهكذا تقارير دولية؟ هل يتم التنسيق معكم في الحكومة؟ هل تكون على علم على دراية حتى وإن لم تتواصل معكم هذه المنظمة؟ لا يفترض أن تكون لديكم أو الحكومة الشرعية أدوات محلية تكون على اطلاع بسير عمل المنظمات الدولية وزياراتها للمرافق الحكومية؟ نحن بالتأكيد يعني نرحب بكافة المنظمات الدولية للتواجد عبر القنوات الرسمية الشرعية، مثل يعني الآن لوزارة حقوق الإنسان على سبيل المثال تواجد في إطار العاصمة المؤقتة عدن، وبالتالي نحن لا نمانع أن نلتقي بكل المنظمات الدولية ونضع كل ما نمتلكه من معلومات وحقائق نرصدها من الأرض نضعها بين يدي الجميع بشكل مفتوح وليس لدينا ما نخفيه. الجزئية الثانية، قلت لك أن التقرير تناول عدة قضايا، كنت أتمنى لو كانت اللغة الحقوقية المتبعة في مثل هذه التقارير قد وضعت الأمور في نصابها. على سبيل المثال تحدث التقرير عن أن مدير مستشفى الثورة بتعز يعني أعلن أن توقيف العمل في المستشفى، وهذا بسبب تهديد المقاومة الشعبية له بالقتل له وللأطباء الموجودين في المستشفى. وعند سؤالنا للسلطات المحلية حول هذا الشأن وجدنا أن هناك حالة فردية لا تمت للمقاومة الشعبية بأي صلة، قام بها أحد المواطنين وذلك بالدخول والتعدي على مدير المستشفى، مما جعل مدير المستشفى يهدد
لأنه سيوقف العمل. طيب، ومع هو ذلك الآن معنا على الهواء أيضا من تعز، ينضم إلينا طبيب في مستشفى الثورة، هو الدكتور أحمد الدميني، هو معنا الآن في هذه الحلقة من جو الحدث. أهلا بك دكتور أحمد. مرحبا بك أخي العزيز. دكتور أحمد، ما حقيقة ما ذكرته منظمة العفو الدولية من شواهد لإثبات ما ورد في تقريرها؟ أخي العزيز، لأكثر من سنة ونصف ومستشفى الثورة يتعرض للقصف مباشر بالدبابات، بقذائف الهاون، بمضاد الطيران، بمختلف الأسلحة، ومستشفى الثورة يقصف. أغلب الأقسام في المستشفى من ضمنها قسم العمليات القديم وهو قسم كبير، أيضا قسم الباطنية، أيضا قسم الجراحة تعرضت للقصف بالدبابات. وهو معروف أن منطقة الحرير التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وقوات صالح وأيضا السلال، هاتين التلتين هما أكثر تلتين تقصف منهما هيئة مستشفى الثورة بشكل متواصل وحتى اليوم. أيضا لدينا المختبر المركزي وهو الذي يقع في نطاق المستشفى، تعرض للقصف بالدبابة التي تقع في الحرير بأكثر من مرة. أكثر ما يهدد الطاقم الطبي في هيئة مستشفى الثورة هو القصف الحوثي وأيضا الحصار المفروض على المدينة والذي عبره تم منع دخول الأكسجين والمستلزمات الطبية. وقبل 3 أو 4 أشهر قام الحوثيون بأخذ مستلزمات الغسيل الكلوي وأجهزة الغسيل الكلوي إلى مستشفى العسكري. هذه الاعتداءات هي التي تنال من المستشفى. هناك بعض أحداث أو أشياء هامشية تقع حتى في الأيام العادية، احتكاك المرافقين مع الكادر الطبي، هذه أشياء لا تستحق أن تذكر ولا يجب أن تذكر في تقرير كهذا. الخبر الحقيقي هو في التقرير تحدث عن وقائع. نعم. التقرير تحدث عن وقائع، على سبيل المثال ذكر آخر حادثة كانت في 21 نوفمبر أنه تم إغلاق المستشفى وأنكم تعرضتم للتهديد والترهيب من قبل عناصر المقاومة. أخي العزيز، كما قلت لك هناك أحداث يومية تحصل حتى في الأيام العادية، مجرد احتكاك مواطنين مع الكادر الطبي، ولكن هذه الأشياء ليست بذاك القدر من الأهمية بحيث أنها تذكر في تقرير دولي. الخطير في الأمر أنه يقال أن هناك ثكنة عسكرية في هذه المنطقة في مستشفى الثورة، هذا هو الخطير، هذا يعطي مبرر وذريعة لقصف المستشفى أكثر فأكثر. هذه هي الجريمة، هو أن تعطي مبرر لقصف المستشفى. المستشفى حاليا يستقبل المواطنين، يستقبل الجرحى المدنيين، يستقبل كل المرضى، أن تعطي مبرر أيضا لقصف المستشفى، هذه هي الجريمة النكراء. طيب، هو تركيز في هذا البيان ربما على مستشفى الثورة وذكر مدير المستشفى تحديدا، هل نتوقع أن يصدر أي بيان من قبل الأطباء في تعز والمستشفيات بشكل عام للرد على ما جاء في هذا التقرير؟ هل نعم. يمكن أن نشهد هكذا بيان ومتى؟ نعم، الإدارة على اطلاع بهذا التقرير والهيئة ستصدر بيان بهذا الشأن توضح فيه كل الملابسات. طيب، أعود مرة أخرى للأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. أستاذ نبيل، برأيك لماذا تجاهل التقرير ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ أخي العزيز، كما أسلفت سابقا ما جاء في التقرير فعلا يعني سبب لأي شخص يقرأه حالة من الاستغراب والاستنكار في ذات الوقت. ما جاء في التقرير اولا يتحدث وكانه طرف في الصراع، لانه يتكلم بلغه واحده فقط، هي لغه ان هؤلاء هذه الميليشيات الانقلابيه مجموعه من الملائكه وتواجد على الارض، وان الميليشيات الانقلابيه وان المقاومه الشعبيه هم من يدمرون وهم من يتسببون في كل هذه الانتهاكات. فعلا التقرير نحن استغربنا جدا ان يكون بهذه الصورة، حتى لا يوجد فيه نوع من المدارة لموقفهم. النقطة الثانية أن التقرير تحدث عن وقائع سألنا عنها فلم نجد لها أساس.
طيب هذا واضح. طيب قلت يعني في تصريحك لرويترز وايضا في مداخلتك الان معنا اكدت على هذا الموضوع ان هذا التقرير ربما صيغه لمصلحه طرف معين ولم يكن منصف في اثبات ما يحتمل على الارض في تعز. انتم في وزاره حقوق الانسان وفي الحكومه الشرعيه، كيف ستتصرفون وستردون على هذا التقرير؟ هل ستكتفون فقط بالتصريحات الاعلاميه ام ربما نشهد مواقف ملموسه اكثر وفاعله ربما في الرد على هذا التقرير؟ نحن سنتجه في اتجاهين، الاتجاه الاول سنرد على هذا التقرير وسننشر هذا الرد في اطار الوسائل التعليميه الوسائل الاعلاميه المتاحه. الجزء الثاني اننا ندعو كل المنظمات الدوليه وكل الهيئات الاعلاميه للتواجد على الارض والتاكد مما نقوله ومما تطرحه امثال هذه المنظمات. نحن لا نريد سوى الحقيقه، نريد ان نوضح ان ما يوجد على الارض هي ميليشيا انقلابيه تقوم بضرب تعز بكثير من الحقد وبكثير من التدمير الذي لربما يصعب وصفه. هناك قتل متعمد للانسان في تعز، هناك حصار خانق نشرته كل الوسائل الاعلاميه، ومع ذلك تقف مثل هذه التقارير لتقول اشياء وكانها تتحدث عن عالم اخر وبعيد عن الواقع. طيب نحن لا نريد سوى الحقيقه وسنعمل على هالشيء. أعود للدكتور أحمد الدميني الطبيب في مستشفى الثورة العام في تعز. دكتور أحمد، قلت أن هذا التقرير ربما ركز على أشياء هامشية وأغفل بعض الجوانب المهمة، من وجهة نظرك ما هي أوجه المعاناة الأبرز في القطاع الصحي في تعز والتي كان يفترض التركيز عليها من قبل هذا التقرير، وأين يمكن تحميل الحكومة وكل من له علاقة بالحكومة الشرعية في تعز وربما أنتم أيضا في التقصير لإيصال رسائلكم وإطلاع الرأي العام على معاناتكم في تعز؟ نعم، كما قلت لك أن التقرير هو تضليل للرأي العالمي عما يجري في تعز. القضية الرئيسية هي أن المستشفى تتعرض للقصف من ضمنها هيئة مستشفى الثورة، وأيضا المدينة تتعرض للقصف مباشر وعشوائي للأحياء السكنية لكل مكان. نتمنى من الحكومة أو نطلب من الحكومة أولا أن يكون هناك دعم لهيئة مستشفى الثورة، لأنه حاليا الميزانية لا زالت متوقفة، وهذا يساعد أيضا بتردي الخدمة الصحية في المحافظة. بالنسبة للمنظمات الحقوقية أيضا نتمنى أن يكون هناك نشاط لتغطية ما يحصل للمستشفى الثورة من انتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي وقصف للأقسام، هناك اعتداءات على المستشفى بشكل متواصل. نريد أن يكون هناك جهود من المنظمات من الناشطين كي يظهروا للعالم حقيقة الأمر وما يحدث بالفعل. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الدميني، كنت معنا من تعز. وأعود للأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان. أستاذ نبيل، هناك من قرأ يعني كواليس صدور هذا التقرير، ربما أرجع الأسباب قد تكون إلى موضوع أن يكون هناك ربما تواطؤ مع الانقلابيين أو ربما لضغوط تمارس على هذه المنظمات بحكم تواجد مكاتبها في العاصمة صنعاء والتي هي بفعل سيطرة الأمر الواقع ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين. كيف تنظر لهذه المبررات التي تساق في إطار التبرير لهكذا تقارير تصدر على المنظمة الدولية ربما تكون غير منصفة؟ اعتقادي أن ما ذكرته هو جزء هام من واقع الأمر. وجود بعض المقرات في العاصمة صنعاء يؤدي لمثل هذه المواقف أو مثل هذه التقارير، بالإضافة إلى أن لبعض المنظمات الدولية مقرات في بيروت أو في غيرها من الأماكن التي ينشط منهم حلفاء الميليشيات الانقلابية ويعملون على توظيف دور معين وتقديم رؤى معينة لمثل لبعض الهيئات الإعلامية أو الحقوقية لتبنيها. نحن لا ما يهمنا في الأمر الآن وهو ما تصرفنا على ضوءه.
وعبر ما طرحه الدكتور أحمد نؤكد الآن أننا تواصلنا مع السلطة المحلية في تعز، طلبنا منها زيادة الحماية الأمنية للمستشفى من ناحية، اثنين طلبنا من اللجنة العليا للإغاثة عبر الأستاذ عبد الرقيب فتح العمل على تحقيق ما تحدث عنه الدكتور أحمد من توفير العجز الموجود في الأدوية والمستلزمات. ما يهمنا الآن هو ما يوجد على الأرض، يهمنا صمود أبناء تعز وصمود المقاومة والجيش الوطني، وأن نحقق النصر الذي من خلاله نحرر تعز. طيب أستاذ نبيل، تصبح الأمور لا تحتاج لأي تقارير تتحدث عن أمثال هذه الرؤى. طيب أستاذ نبيل، هناك من يرجع أسباب المغالطات الحاصلة في هذه التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والدولية ربما إلى تقصير من الجانب الحكومي في التنسيق مع هذه المنظمات، كيف يمكن تجاوز هذه المشكلة؟ والله نحن نتمنى أن نستطيع أن نوصل الرؤى الحقوقية لوزارة حقوق الإنسان إلى كل مكان. لا ننكر أننا نعاني من بعض الصعوبات من خلال الطاقم المزارع الذي يتحرك الآن، لكننا نتمنى وإن شاء الله سنحقق انتشار جيد لنشر حقائق الوضع الإنساني ووضع الوضع الحقوقي في اليمن بشكل مرضي وبشكل معقول. شكرا جزيلا لك نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. وينضم إلينا فيما تبقى من هذه الحلقة من زوايا الحدث علي الصراري المحامي والحقوقي، أهلا بك أستاذ علي. أهلا بكم، مساء الخير أستاذ علي. بداية، ما أهم ملاحظاتك التي سجلتها بشأن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير إزاء الوضع الصحي في تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتقرير أو نقول مزعوم التقرير الذي صدر من منظمة العفو الدولية، هو يمنح ميليشيا الحوثي وصالح الحق في استخدام القوة وقصف المستشفيات والمستشفى الحكومي الوحيد الذي هو مستشفى الثورة، ويمنحها الحق في أن تدمر ما تبقى من ذلك المستشفى وإخافة المواطنين الذين يترددون على هذا المستشفى برغم شحة الإمكانات. التقرير يشرع ويشجع ميليشيا الحوثي وصالح في الاستمرار في هذه الأعمال. مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز هو المستشفى الحكومي الوحيد الذي لا زال مفتوحا أمام المواطنين. أستغرب أشد الاستغراب بما ورد في التقرير وكيف وصف بأن مستشفى الثورة يعتبر ثكنة عسكرية، كيف يكون ثكنة عسكرية؟ لكن التقرير والقائمين على التقرير استشهدوا بالوقائع على لسان أطباء في المستشفى الثورة. كيف استطاع هؤلاء القائمون على التقرير الدخول المستشفى طالما هو ثكنة عسكرية؟ أوجه لهم هذا السؤال، كيف استطاعوا لقاء الأطباء ودون تهديد كما يدعون؟ كيف استطاعوا دخول هذه المنطقة العسكرية الخطيرة كما يدعون؟ لماذا لا يلاحظون احتلال مستشفى اليمن الدولي وبجانبه الدبابات، وفي البدروم تختبئ بقية الدبابات التي تقصف محافظة تعز ليلا ونهارا من ذلك المستشفى؟ هل مستشفى اليمن الدولي لا يعد هيئة طبية؟ وهل مؤسسة وهل الهلال الأحمر المتواجد في ثعبات عندما كان في قبضتهم لا يعتبر مؤسسة طبية؟ وهل المستشفى العسكري في مديرية صارة لا يعتبر هيئة طبية؟ تلك المستشفيات كانت في قبضة ميليشيا الحوثي وصالح، ولكن أين كانوا هؤلاء القائمون على هذا التقرير؟ لماذا لا يصفون بتلك المخالفات بأنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان؟ أستاذ علي، أعتقد أنه تقرير مزاجي أكثر مما هو حقوقي. أستاذ علي، في المعايير المهنية المعروفة ربما للعمل الحقوقي ورصد وتوثيق الانتهاكات، في أي سياق يمكن فهم هذه التقارير التي تقوم على معلومات مجتزأة وغير حقيقية، وأيضا التوصيفات التي تأتي ضمن نصوصها؟ مثلا عندما يقال القوات المناهضة للحوثيين، القوات المعتدية على الحوثيين.
هذا يخالف الواقع. من الذي اعتدى على محافظة تعز، ومن الذي أتى بتلك الأسلحة الثقيلة إلى وحاصر محافظة تعز التي يقطنها مئات الآلاف من المواطنين، ومن الذي منع دخول المواد الطبية والمواد الغذائية إلى محافظة تعز، ومن الذي قتل الأطفال والنساء، ومن الذي استهدف المستشفيات، ومن الذي استهدف مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة في محافظة تعز؟ هل هي قوة هادي كما يدعون؟ من يتواجدون في محافظة تعز هم من يدافعون عن هذه المحافظة، وبتحرير مناطق محافظة تعز تعود الحياة بشكل تدريجي وبشكل طبيعي. يذهبون هم الذين أتوا إلى هذه المحافظة بأسلحتهم الثقيلة واعتداءاتهم وتقاليدهم. طيب سؤال أخير أستاذ علي للمحافظة بصلة. سؤال أخير، هذا التقرير هو ركز وحاول التركيز بشكل مباشر فقط على الوضع الصحي في تعز، التركيز والتحديد يعني في هذه النقطة فقط، هل هو محاولة للبحث عن الخروج من أي ربما مأزق أو انتقاد؟ لماذا لم يتم التركيز على أكثر من جانب هو يمثل معاناة في مدينة تعز؟ التقرير هو محاولة لطمس تلك الجرائم التي كانت التي تصدر من ميليشيا الحوثي وصالح. مستشفى الثورة العام تعرض لأكثر من مرة إلى قصف مكثف، تعرضوا طواقم طبية إلى إصابات وإصابات خطيرة، وهناك حالة وفاة في المستشفى. لماذا لم يتحدث عن تلك الإصابات وعن تلك الوفاة في المستشفى؟ هو الآن يمنحهم الحق في أن يقطفوا المستشفى، ونحن نحمل منظمة العفو الدولية المسؤولية الجنائية والمدنية في حال أن تقوم الآن ميليشيا الحوثي وصالح في قصف المستشفى والناس يترددون إليه، ما زال الناس يترددون إلى ذلك المستشفى. هل من المنطق أن يكون هناك في المستشفى سكنة عسكرية والمواطنين ما زالوا يدخلون إلى تلك السكنة دون أي موانع ودون أن يمنعوهم من تلك السكنة العسكرية؟ هذا تقرير يتنافى مع الواقع. شكرا جزيلا لك أستاذ علي. شكرا جزيلا لك المحامي والحقوق علي الصراري، كنت معنا من تعز، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة، وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، والطبيب في مستشفى الثورة العام الدكتور أحمد الدميني. وأشير أخيرا إلى أننا حاولنا التواصل مع منظمة العفو الدولية حتى يكونوا حاضرين معنا لتفنيد ما جاء في هذا التقرير، لكنهم اعتذروا عن المشاركة في هذه الحلقة والتي كانت مخصصة لمناقشة تقريرهم الأخير بشأن الوضع الصحي في تعز. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد القاسم، كونوا بخير.